عارف انت كان عندك قصة مع احمد السقا في بداية شغلك خالص. لا عندي قصة مع السقا كتير ايه بصراحة. بقى؟ ايه اول قصة؟ لا انا عندي قصة كده قديمة مع السقا، ان ايوه انا يعني كان في فيلم كده بدون ذكر الفيلم، يعني كنت انا ساعتها مساعد مخرج صغير، وبعدين يعني كانت الناس بتقول عليا شاطر والله، ما كانش يعني يعني ما كانش شت في نفسي، وبعدين يعني خدوني في الفيلم بتاع احمد سعد، وكان ده تقريبا كان اهم فيلم في السوق، وانا كان السقا بالنسبه لي في المرحله دي ايدول، ما بحبش اقول الكلام ده كتير بس عشان ما اكبروش، بس هو حقيقي السقا بالنسبه لي في الجينيريشن دي، في الجيل ده صح. بالذات، لا انا من الناس، انا بفضل اقول انا وقفت سقفت له في مافيا في اخر الفيلم، وعيطت عليه في تيتو لما مات وكده، يعني فاهم قصدي، انا عملت كل الحاجات دي في السينما. كل الحاجات دي في السينما، وكنت انا حتى ساعتها لسه اصلا مش عارف هبقى مخرج ولا لا، يعني كنت طب في هروب الطريق وبتسقفت، طب عملت فهو ايه؟ بتاعي ما قدرتش بقى، فهو بتاعي بقى عيطت انا، بس ما من فكره انه كنت مخضوض لما الناس سقفت في وسط البلد، وانا يعني في العرض الخاص ما اتاثرتش قوي، لان ببقى مش عارف هي مجاملات ولا لا، بس لما رحت مع الجمهور بقى مع نفسه. الجمهور في السينما ماتوا، والناس مش عارفه ان انا المخرج، وكنت انا صح. واقف في حته ضلمه كده، ما في ساعات ناس بتبقى عارفه شكلي يعني، فوقفت كنت مستخبي واقفه، لما الناس قعدت سقف وبتاع، لا دي اتاثرت جدا، وهو كان معايا، فقعد يقول لي لا ده انت اللي عامله وكده، هو احمد عنده دفع جميل، ابن بلد. جميل اه، لا هو طول الوقت بوزيتيف يعني كذا مره، حتى بصراحه كتب لي حاجات حلوه، فجيت وانا بعمل الفيلم ده حصلت مشكله كده مع مصدق، وهو ما كانش حابب وجودي انا، وما كانش هو اللي مرشحني وكده، فجات لي فتره احباط كده، كنت قاعد في البيت، وبعدين قعدت شويه يعني، كنت خلاص يائس كده مش عايز اشتغل وكده، وبعدين بابايا تعب وجات له جلطه جنب القلب، فانت عارفه لحظات المستشفيات دي دايما بتبقى دراميه شويه، وانا بابايا بس السجاير طول الوقت بتدخله المستشفى كتير. يا انكل النبي السجاير بليز. فانا فاكر كده كان في يعني لحظه كده قال لي انا مش عايزك تتضايق ومش عايزك تسيب الشغل، انت لازم ترجع الشغل ولازم ترجع تبقى زي المساعد الاول، كنت لسه ساعتها مساعد صغير، قال لي زي المساعد اللي مشاك ده لازم تبقى زيه واهم، وتعمل يعني فيلم بالحجم ده بالسقه مثلا، فقلت له لا انا ان شاء الله هرجع، بس مش هرجع مساعد اول، انا هخرج فيلم بالسقه وهفكرك وان شاء الله مش هتبقى بعيد. الكلام ده عدى تقريبا عليه فرق بين هو التراري حوالي 9 سنين ونص، فانا فاكر ان اول يوم السقه بيصور، فكان اللي هو مشهد التحقيق اللي هو في اول فيلم بينه وبين فتحي عبد الوهاب، فاخدت الكلوز اب بتاع احمد، كان اعتقد ابويا ما كانش فاكر الموقف قوي يعني ساعتها، وبعتهوله. وبعتوا له انا ما قلته، عارفه اللي هو عن جاهيه الاطفال كده، اللي هو يعني قلتها اللي هو فاهمه اللي هو انا هكسر الدنيا، انا هبقى اهم مخك كلام يعني، فصورته فقلت له وكتبت له، فكتبت له في المستشفى انا من 9 سنين ونص قلت لك كذا كذا كذا، انا عامل فيلم، فده اول يوم انا بصور باحمد.